هي مباراة تاريخية في حد ذاتها بالنسبة لي كمدرب رئيسي لفريق عريق كمجد طهران. التحدي كان كبير خصوصا يعني بعد سلسلة تعادلات اللي كانت لازمتنا طيلة الأسابيع الماضية والإقصاء من كأس الرابطة، لكن اللاعبين والطاقم ككل يعني والأنصار كانوا يعني سند لي وقمنا يعني بتحضيرات نوعية لهذه المقابلة. الحمد لله يعني سيتي ان ماتش 6 بوين اليوم سي ان كونكورون ديريكت تاعنا لي جوي لو بوديوم، حققنا البريز امبورطون يعني اون اي كارتي ان كونكورون. ما نساوش بلي مازالتنا خدمه باسكو لا سيمين بروشين عندنا نوتر كونكورون اللي يكون هو شباب بالوزداد، ثاني سي ان كونكورون بور لا تروازيام بلاص. الترتيب تاعنا دوكا غادي نلعبوا كل ماتش نلعبوا ماتش فينال باش نقعدوا في هذا لو بوديوم ونكملوا في لا فان سيزون في لي 3 بريمي بلاص. بصراحه صدقنا هدفين من مولودي زهران اليوم، انا هذا الشيء اللي ضرني في المباراه بغض النظر على الاداء بغض النظر على تضييع الفرص اللي ضيعنا فرص كثيره. اليوم شفنا فريق فوق الميدان منذ الدقيقه الاولى حتى الوقت بدل الضايع، اللاعبين كانت عندهم رغبه كبيره طموح كبير باش يعودوا بالنقاط الثلاث، للاسف اليوم ما سعفناش الحظ.